طيب شيخنا، الزواج الآخر الذي يريد مناقشته ما يسمى الزواج العرفي، وصورته باختصار نكاح مستوفي للولي والشاهدين والشروط، لكنه غير موثق في المحكمة أو في الدوائر العدلية في الدولة المعنية، ما حكمه؟ بالنسبة للتوثيق في هذه الدوائر متجدد، وهو مصلحة للعقد وللأولاد وللحقوق والحفاظ عليها، ولكن هذه المصلحة إذا قام غيرها مقامها يكفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم الأحكام ولم يكن له ديوان تثبت فيه، وخلفاؤه الراشدون الأربعة كانوا يحكمون الأحكام ولم يكن له ديوان. لا لا، اختلف الزمان شيخنا الآن. أول من كتب الأحكام في ديوان مثبت عمر سليم بن عترين، لا سليم بن عترين وهو قاضي مصر، فهو أول من كتب جعل ديوانا تكتب فيه الأحكام، وذلك أنه حكم بحكم وبعد وقت جاءه المحكوم عليه وهو يمكن أن يكون قد حكم عليه، فاتخذ لنفسه ديوانا يثبت فيه نسخا من أحكامه. أنا أقصد في واقع السياسة المعاصر والدولة المدنية المعاصرة، ألا يقال بأن هذا التوثيق واجب وإن كان هو في الأصل الشرعي غير واجب، لكن يترتب عليه مفاسد كثيرة ومشاكل إذا تعديت تلك المشكلات ووجد ما يتجاوزها فلا يوجب شيء لم يكن واجبا، لكنه هو المصلحة. فالآن بعض البلدان تشترط الحصول على الوثائق، تشترط للحصول على الوثائق تقييدا النكاح، لا يمكن أن يأخذ الإنسان جواز السفر أو بطاقة هوية أو غير ذلك إلا به. طيب شيخنا، هناك قضية جدا مهمة، وهي أن بعض الشباب والشابات عنده تصور للزواج العرفي آخر، وهو أن يلقى الشاب والشابة أو الرجل والمرأة فيقول لها زوجيني نفسك، فتقول قبلت، ويكتبان ورقة ويتعاشرا معاشرة الأزواج، ويعتبران هذا زواجا عرفيا. نعوذ بالله، هذا زنا عرفي، هذا زنا محض. زنا محض، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، ولا يسمى زواجا عرفيا. لا يسمى زواجا، يعني ينقل كثيرا في الجامعات، لا يترتب عليه أي شيء من أحكام، لكن كتبوا ورقة شيخ، ولو كتبوها وقعوا يمكن خط جميل كذا مضبطه.